طلب الوالد من طفله أن يقوم بتجهيز وكتابة بعض من أدعية القرآن ليدعو بها بعد تناول طعام السحور، واجتمعت الأسرة في الموعد تؤمن على دعاء طفلها، وراح الطفل يدعو ببراءة وبصوت جميل مؤثر، والأسرة تؤمن على دعائه في حالة سكون وخشوع، وكان مما دعا به: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فاعترضت أخته الصغرى: لماذا يدعو لأخيها دون أخته؟ فطلب الوالد منه أن يجعل دعاءه لكل أفراد الأسرة، وراح الطفل يجمع المزيد من أدعية القرآن. وفي اليوم التالي دعا الطفل بالمزيد من الأدعية، وكان مما قاله: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، حتى وصل إلى قوله: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. فانقلب السكون إلى ضحك بعد أن ضلل أباه. دخل أحد الحمقى على أحد الخلفاء في إحدى ليالي رمضان وهو يأكل، فدعاه الخليفة ليأكل، فقال: إني صائم يا أمير المؤمنين. فسأله: هل تصل النهار بالليل؟ فأجابه: لا، ولكني وجدت صيام الليل أسهل. دخل رجل على الشعبي وكان جالسا مع امرأته، فقال الرجل: أيكم الشعبي؟ فقال الشعبي له: هذه، وأشار إلى امرأته. فقال الرجل: ما تقول أصلحك الله في رجل شتمني في أول يوم من رمضان، هل يؤجر؟ فقال له الشعبي: إن كان قال لك يا أحمق فأرجو له الأجر.